اهلا بكم متابعين فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. اليوم معنا فنان من الفنانه الكبار ديالنا اللي هو سي نور الدين اديب، اللي حضر معنا بصفته اولا فنان وثانيا عضو في المجلس الوطني لحمايه الشباب. اهلا بك سي نور الدين، رمضان كريم اولا. الله يبارك فيك، وتحيه حاره للجمهور الكريم اللي كيشاهدنا. سي نور الدين، نبداو في الاول من عندو على المجلس الوطني لحمايه الشباب. قرر المشاهدين من هذا المجلس هذا مجلس وطني لحماية الشباب من أضرار المخدرات، جاء إلا من أجل حماية الشباب من شرور المخدرات. حنا كنعرفوا بأن في الأوائل يعني الأوائل الأخيرة الشباب ولا كيتعاطى بواحد الشكل كبير المخدرات، والمخدرات اللي اقتحمت المؤسسات التعليمية والمؤسسات يعني ديك السجنية بواحد الشكل كبير. حنا اليوم هذا المجلس هذا هو تيقوم بواحد الأعمال يعني كبيرة من اجل تعريفه الشباب بخطوره المخدرات. متاسس سنه 2018، تعاد المكتب ديالو في 2021 اللي عطانا واحد المكتب اللي فعال. تمت مصادقه مره ثانيه عبد ربي كرئيس المجلس الوطني لحمايه الشباب من اضرار المخدرات. المكتب يعني فيه ناس اللي فيه اساتذه، فيه مرشدين نفسيين، فيه اطباء، فيها فيها عبد المجيد القادري مرشد اجتماعي، بهاء حراس طبيبه نفسانيه، محمد عكيف محامي، عائشه ابن غال اطار دعم اجتماعي، فاطمه رحيم مساعده اجتماعيه، ومدير رباع اطار يعني رياضي وهذا مهم بزاف، سعدي شواط مشرفة اجتماعية، وعبد الواحد شهلال إطار تربوي. يعني كنشوفوا واحد التنوع ما بين الأطباء ما بين محامين، يعني هادشي كامل باش ترعاو هذوك الشباب. العناصر كلها في خدمة الشباب. العناصر كلها في خدمة الشباب. وكيفاش جات الفكرة الأولى؟ بما أنك أنت دابا الرئيس ديال المجلس، فكيفاش جات الفكرة الأولى؟ كنت كنترأس أنا جمعية فنية، جمعية إشارة للتنمية البشرية والإبداع الفني والمسرحي، وعندنا واحد البند اللي كيتكلم على تنظيم حملات تحسيسية توعوية كذا كذا. فكرنا نديرو جمعية، وفعلا درنا جمعية متخصصة، جمعية الأخوين ديال الوقاية من التدخين في شرب المخدرات. هاد الجمعية ربما كانت يعني جهوية أو محلية، كانت محدودة كانت محدودة وفي إطار يعني العمل ديالها كانت ربما جهوية محلية. فكرنا نديرو واحد المجلس وطني اللي مثلا كيشمل من طنجة حتى للكبيرة، وحنا خدامين الان على تاسيس فروع جهويه على الصعيد الوطني ان شاء الله باذن الله. وتم اللي اسسنا او جددنا المكتب، خرجنا بواحد على سطرنا واحد البرنامج غادي نقول لك استاذ ابو عجاله، وهو قافله تحسيسيه داخل السجون الجهويه المغربيه، لان هذوك الوليدات فاما شي حاجه للمجلس الوطني لحمايه الشباب اضرار المخدرات، يا اما تحسيس عن طريق واحد عرض مسرحي ان شاء الله كوميدي تحسيسي توعوي، يا اما عن طريق ندوات ولقاءات مباشره اللي غتكون معاهم. عندنا كذلك يعني برنامج قوي ان شاء الله باذن الله داخل المؤسسه التعليميه، لان هذوك الوليدات فاما شي حاجه للمجلس الوطني لحمايه الشباب من اضرار المخدرات، لان هذوك الوليدات بكل صراحه في واحد الفتره وجيزه كيتحول السلوك ديالهم من تلميذ يعني مستقيم تيقرا الى تلميذ مريض ماشي مجرم، لان في نظرنا احنا هو انسان مدمن مريض ماشي مجرم، هو اللي يدير اي جريمه قام بها الا هو مريض. بالو ما دار جريمه ملي ما كانش يعني ذاك مدمن، ولكن ملي كيولي مدمن يعني ادمان هو الطريق الاول للانحراف. انحراف والاجرام احنا كنحاولوا نشدوا بيديه نوعيه وكذا، وتلا هو مثلا يعني قنعناه، عندنا الحمد لله احنا اساتذه اللي غادي يقنعوه باش يمشي يعني الاصلاح العلاج. العلاج وكيتعالج، وان شاء الله الحمد لله راه الحمد لله الشباب اللي مروا يعني على يدينا وتعالجوا، وحنا يعني الدواء ديالنا اللي هو ماشي هو الدواء كيف كنعرفوا، وانما الدواء هو الحوار والجلسات. حنا كنعرفوا بان انت من الناس اللي كتقوم بمجموعه من الحملات اللي كتستهدف بها السجون المغربيه، هذا كيكون وعيا منك ان هذوك الفئه اللي كاينه في السجن هي فئه اللي خاص غير اللي يشد بيدها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نضرب الاديب هو محبوب ماشي عند المسؤولين وانما عند الوزلاء.
نعطي اديب مسلح الحمد لله وطرائف اللي وقعوا لي في حياتي العاديه، لولا المحبه ديالهم ليا ربما كان وجدي خسر ليا. كانت انا يعني مرارا كنتعرض يعني لواحد تهديد خطير، لولا سبحان الله العظيم تيكون معاهم شي واحد يقول لي لا اديب ديالنا هذه الاسره ديالنا الفنان ديالنا كيجي عندنا كيدير لنا هذا هذا هذا، ويعني بحال هذاك السجن ديالو هو كيجي عندنا السجن كيدير لنا، فهو هو فرحان بها هو. يعني بنيتي معاهم واحد العلاقه صديقه ماشي غير ديال فنان انما صديق 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 سجون. ملي كندخل كنشوف فيه انسان خويا، كنشوف فيه ولدي، كنشوف فيه ولد عمي، كنشوف فيه جاري، ماشي كنشوف فيه مجرم. انا ريحت انا جلستهم داخل يعني داخل السيلون في اطار المسرح. ماما اسيا الله يرحمها كانت فاتحه لنا باب في ذاك مركز الاصلاح، مركز التهذيب والاصلاح في عين سبع. كنت كندخل عندهم في اطار التكوين المسرحي والتوجيه وكذا. الحمد لله الحمد لله مجموعه من الشباب اللي صلحوا، وحنا الهدف ديالنا هو عدم العوده الى السجن. وي. انت الان ترتكب خطا ربما مدمن كذا كذا، ولكن هذا هو ترجع. طريق الاصلاح. الاصلاح ما ترجعش. في حين بكل صراحه تلقاو مشاكل كبيره عند بعض الموظفين، عند بعض الموظفين داخل السجون اللي خالي تعاد في النظر. لان بكل صراحه ماشي دوله كتخسر اموال طائله من اجل الاصلاح. هذاك الوليد نزيل كاين جوج جمعيات فعاله كيضحيو بصحتهم بمالهم من اجل الاصلاح. كيجي موظف كيضرب هذاك كيجي موظف كيتقاضى اجره شهريه، كيجي بحركه بسيطه كيخسر كل شيء. وي فكنتمنوا ان المجهودات ديالكم ما تمشيش ان شاء الله. السودان ان شاء الله. نرجعوا للاديب الفنان. اديب الفنان خاصه في رمضان دابا، رجعوا علاش ما كنشوفوكش في الاعمال الرمضانيه؟ هو متواجد غير في الانترنت. الانترنت ولكن احنا علاش ما كنشوفوكش في الشاشه الرمضانيه؟ الشاشه الرمضانيه ما عرفتش. هذا السؤال كيطرح نفسه سؤال خصنا نطرحوا عليهم هما كذا. ما هذا سؤال ما عرفت، لكن انا ما بقيتش الجواب ديالو. نقدر نقول لك هذه السنه هذه مع كنت مريض شويه وباقي عيان شويه، انا ما كنطلبش ما كنكيش. تقول لي المريض راه كيطلب ولا هذا هذا. المهم انا الحمد لله كتشارك مع الجمهور ديالك الوضع ديالك. الجمهور الوضع ديالي والحاله ديالي انا نورتني اديب الان يعني مريض، عندي واحد الرجيله الله يشافيها ليا مع السكر مريض واللي خلاني ما نتحركش، ولكن الحمد لله درنا واحد تجربه، واحد سلسله 30 حلقه تعرض لي كابسول مع واحد الجريده، وان شاء الله نتمنى من الله يعني تلقى اقبال. يعني سلسله ساخره في الانترنت في يوتيوب. فعلى سيره العروض والعروض الرمضانيه، فمجموعه من الناس كتشتكي او الفنانين كيتشتكيو الاحتكار ديال البعض للشاشه الرمضانيه، شنو كتقول في هذا الامر؟ استاذه شيماء اجيك انا من الاخر باش نكون واقعيين، ما كاينش هناك احتكار، ما كاينش احتكار من طرف الشاشه. اكثر اللي كاين هو كاين سوء تدبير. سوء تدبير علاش سوء تدبير؟ انا الا قلت حداك احتكار بحال كنضرب داك الفنان. هذاك الفنان انا نقدر نشوفه في نهار واحد خدام في 5 أو 6 مسلسلات نقول الله يعاونك. حيت فنان ممثل اش يدير؟ مشي بحال حمص، مشي طلب هذاك ممثل فنان خدمته ليه هذيك. يعني مسؤولين هما اللي مسؤولين على التدبير. انا تاك استاذ مسؤولين هما اللي ربما كيسدوا باب على الرواد ديال الفن المسرح ولا مثلا السينما ولا التلفازه، ربما كيسدوا باب شويه عليه وكيفتحوا باب واحد السيده ماشي ممثله ماشي فنانه دارت البوز دارت شي حركه ربما اسمحي لي حركه ما كتشرفش الانسان يشوفها، وكتلقى نسبه المشاهده 8 10 مليون ديال المشاهد تقول اه بخير هذه راه مشهوره راه نجيبوها ندخلوا معنا المسلسل باش تشرف لنا الفيلم. ولكن هذه 8 مليون راه ما حاميناش. هاد 8 غير من جايين بالفضول كيكليكيو تيبغيو يشوفوا المسائل وكيزيدوا مثلا كيدخلوها. لا يعقل ان تجيبي ممثله عندها تجربه كبيره عندها واحد الخبره كبيره وتحطي حداها ممثله ماشي ممثله واحد انسانه اللي دارت البرس
راه حكمتي على العمل يعني بالفشل من الاول. هذا هو حكمتي على واحد الفنان انها حكمتي على الفنان صافي غطيح المستوى ديالو الفنان فعلا. ولي جينا نقيموا الاعمال الرمضانيه الحاليه، هو انا ما تنقيمش على الاعمال الرمضانيه لان كل الاعمال الدراميه والكوميديه ما كاينش في رمضان. علاش حنايا هاد المسؤولين على قبيله سوء التدبير، علاش هاد المسؤولين على القنوات التلفزيونيه ولا داك الانتاج، علاش كيجيبوا الانتاجات غير في رمضان؟ هل العام كله في رمضان؟ لا حنا كنشعلوا التلفزه غير في رمضان. راه من الاول جانفي حتى الاخر ديسمبر او يعني سير داك سبتمبر، كل ايام كل الانسان كيجي كيجي من الخدمه كيجي كيشعل التلفزه خاص يتفرج، خاص كل اعمال طيله السنه، وهذاك الفنان اللي سدوا عليه الباب يخدم طيله السنه، ماشي تاع رمضان ونجيو نسربوا لا غير هنا حكم هنا غادي هنا تطنع. تيجي الكتابه ناقصه، السيناريو ناقص، الممثل ما لعبش، كيجي العمل رديئه. لا ما رديئاش، راه فيها الزربه، راه فيها الزربه، ماخدوماش على حقها وطريقه. لا ماخدوماش على حقها وطريقه، ما كاينه في الخدمه نكتب عليك، ما كاينه فيها الزربه. وهنا كندخلوا في ديك صحه الزربه. وفي نهاية لقائنا شنو الرسالة اللي توجه للجمهور المغربي بهذه المناسبة؟ والجمهور المغربي تنقول ليه رمضان مبارك، ساعد وسمحوا لي شوية، أنا انفعلت، أنا راه شوية ماشي كنفعل وإنما شي كيضرنا، ولكن الحمد لله بكم أنتم، حنا فرحانين ومرتاحين. كنبغي نشكروا الجريدة اللي كل ساعة كتفكرنا باش نجي نتواصلوا معكم. ورمضان مبارك سعيد، وتمنوا من الله إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحسن من اللي فاتت، وشكرا. اللهم مشاهدينا هكا كنكونوا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد، ورمضان كريم.